واصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة كتابة الإنجازات ورسم اسمه بحروف ذهبية من جديد عندما توج بطلا لبطولة منبزر الدولية للقدرة المقامة في فرنسا لمسافة 160 كيلومتر وسط مشاركة واسعة من فرسان العالم بمتابعة اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كما حصل فارس الفريق الملكي محمد الهاشمي على المركز الثاني. وبرهن سمو الشيخ ناصر بن حمد أن القائد الناجح دائما يكون هدفه الوصول إلى القمة والمحافظة عليها، حيث تمكن سموه من تحقيق اللقب في أول مشاركة لسموه بعد بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحديدا في قرية بوذيب، حيث جاء حصد لقب بطولة منبز الدولية بعد 6 أشهر من تحقيق سموه لقب بطولة العالم، ليوصل سموه التربع على عرش قائمة الأبطال مع نفس الجواد داركو لاماغوري. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة لرياضة القدرة البحرينية يأتي امتدادا للرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة القدرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للمتابعة المستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية طوال مراحل السباق. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه النتيجة الطيبة بالحصول على المركز الأول وكأس البطولة حافز كبير للفريق الملكي للقدرة تمهيدا للمحافل القادمة، حيث أن الفريق يتطلع لمواصلة تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة.